كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بارك الله جزاك الله خير. عيد الله في حلقة الأخيرة من القرآن الكريم. عندنا زائر اليوم. This is some one brother who came to visit us today from the UK. I don't know. But he came and visit these students and he listened to one of them. He's tilawa from the Holy Quran. Thank you very much. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.